نشتغل اليوم اذا رح نشرح اشرح ابدا عمل المره الماضيه طلعنا على دنيا المشين دي سي دنيا المشين اليوم رح نطلع على دي سي موتور بس رح ناخذ كل واحد فرح اخذ الان احصل الموضوع عندي فارغ من الماجنت كور تذكرين ماجنتيك سيركت اللي رح تمتحنوا فيها الاسبوع الجاي
magnetic circuit عندي هون هذا ferromagnetic material سواء كانت permanent magnet أو electromagnet. هلا هون راح يكون في عندي هذول راح يكونوا مربوطين في داخل كمان هاي راح تكون ferromagnetic material اللي هي الروتين ومن ثم احنا الأسلاك فيها فعاملين فيها فتحة طويلة وحطينا السلك فتحة طويلة وحطينا السلك فيها شو صار عندي هلا بين هذول الاثنين شو بنسمي؟ ايرجع احنا الايرجع بنتمنى انها تكون اصغر ما يمكن ليش؟ عشان يكون الريلاكتنس قليل ويمشي عندي ماجنتيك فلوكس عادي بالان اي اللي بحطه هون او اذا عندي ماجنتيك بس انا هذه ما فرجيته الازرق هذا مش فرجيته هلا احنا بنقلينه شوي للفترة هاي اذا عندي رح يتكون هون ماجنتيك فلوكس رح يصير في عندي ماجنتيك فلوكس تيست هلا رح نفترضه رح افترض شيء مهم هون رح افترض انه الماجنتيك فلوكس دنسيتي عمودية في كل مكان على الاركاب هذا فرض مهم اذا راح افترض الان انه الماجنتيك فلوكس كل منطقه من المناطق هاي عمودي على هذا الاركاب اللي موجود هون بعدين راح افترض انها كمان عموديه هون هذه نقطه مهمه راح افترض انها عموديه هنا وعموديه هون بس هون ايش اتجاهها؟ جاي من النورث هيك وهون ثابته على السفر فراح افترض انه في كل مكان من الامكنه هذول، طبعا هون خلص مش عندي شيء، هون راح تكون في مرحله انتقاليه، منطقه انتقاليه. هون راح تكون عمودية، هون راح تكون عمودية، هون راح تكون عمودية، هون راح تكون عمودية على هذا الشكل، خليني ارجع احط الصوت الازرق هون اللي هو بيمثل طرف الارمشر او الروتر. هون عشان يتحسن عندي الماجنتيك فلوكس حطينا الروتر هذا كمان، هذا لازم يكون فيرومغنتيك مضبوط، وهذا طبعا اذا كان الكترومغنتيك الكترومغنتيك يكون فيرومغنتيك او يكون هون عندي فيرومغنتيك. نفسه كويل كان هذا هون رح يكون كانه سلندر صحيح سلندر وفي ماده فيرومغنتيك بس شو عملت فيه عشان اصغر الاير جاب لاحظوا ليش انا عامل هيك عشان اصغر الجاب شو رحت عملت محبات في السلك فتحت فتحه فرزه كاني حفرت فيه حفره وثبت السلك فيها شو استفدت من هاي العمليه؟ صغرت الاير جاب لما بصغر الاير جاب شو بصير بالريلكتنس؟ بنزل فبنزل الريلكتنس فبيرتفع ماجنتيك فلوكس وتبع له الماجنتيك فلوكس هلا حتى اخفف من الاير كارنت شو لا المفروض اني اعمل؟ ليمينيشنز فهذا بكون صفائح هذا عباره عن صفائح وهذا اذا كان الكترو ماجنت عباره عن صفائح وهذا عباره عن صفائح فبخفف الفلوكس رح يمشي هيك فبمنع الاير كارنت بهذا الاتجاه لاني حاطط الصفائح طيب خلينا هلا الان نطلع على هذا الجهاز هلا انا هون ثبتت التيار بهذا الاتجاه، فالتيار عندي دائما رح يكون في هذا السلك داخل وفي هذا السلك طالع، وين بنرجع حتى نشوف اتجاه الفورس؟ تبع علي الليفت هاند رول، فالليفت هاند رول بتقول لي اول شيء هي الماجنتيك فلوكس. خلينا ناخذ هذا السلك، هي الماجنتيك فلوكس، لان احنا فرضنا انا فرضت انه الماجنتيك فلوكس عمودي على الاير جاب في كل مكان. فعندي ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه مضبوط؟ التيار ايش اتجاهه؟ طالع من الصفحه مضبوط؟ اذا الفورس وين راح يصير؟ راح يتكون عندي فورس على هذا السلك بهذا الاتجاه مضبوط؟ نيجي على هذا اللي هون هذا نفس الشيء بنستعمل الليفت هاند رول عكس الفلكس الفلكس عندي هيك والتيار وين صار؟ التيار داخل الصفحه مش هيك؟ هي الفلكس هيك لاحظوا الفلكس كانه نفس الاتجاه لسه بس مين اللي انعكس؟ تيار لما عكس التيار ايش صار بالفورس؟ تغير عكس بس بنعكس في عندنا شيء غلط ايش الغلط اللي عملناه هون؟ هون كان التيار هيك اه الفورس كان غلط عندي هون مظبوط الفورس هون لا هذا الفورس وهذا الالكتريك مره ثانيه الفلكس هيك والكرنت هيك الفورس هيك مظبوط هون عندي الفلكس هيك والكرنت هيك فالفورس هيك عكس اذا الفورس هون رح يكون عندنا بهذا الاتجاه ايش بنسمي هذول؟ هذول التو فورسز متساويين؟ اه متساويين ليش متساويين؟ الفلكس متساوي مش هيك؟ احنا مفترضين الفلكس يونيفورم بكل الاتجاهات المناطق هاي، اوكي الفلكس نفسه والكرنت والماجنتيك فلكس دنسيتي نفسها الكرنت نفسه والطول نفسه لاحظوا هذه اللوب سيمتريكال مش هيك؟ هذا الطول هو نفس هذا الطول ايش بنسمي التو فورسز اللي متساويين في المقدار المعاكسين في الاتجاه اللي بأثروا على جسم؟ اخذتوهم انتم ايش بنسميهم؟ كابل ايش راح يعملوا هذول بهذا الجسم؟ راح يتكون مش هيك؟ راح يتكون لانه هذا عمال ياثر هيك وهذا ياثر هيك ايش راح يعملوا عليه؟ قديش قيمه التورك اللي راح يتاثر عندي هون من الاثنين هذول؟ 2 الفا
عندي هون F وهون F عندي force هون F مش هيك؟ هذا التورك لو أخذته بالنسبة لهاي قديش رح تتكون عندي تورك من هاي؟ هاي رح نسميها R وهذا إيش رح تتكون من التورك هاي؟ R رح تتكون عندي 2 R ليش بلو في كويس؟ شوف أنا لو أجيت حطيت أو خلينا نفرجيها هون قدام الكاميرا لو أجيت على هذا الجسم أثرت عليه بفورس بهذا الاتجاه أجيت بنفس الفورس وألايند معه أثرت عليه بفورس ثاني شو بصير بهذا الجسم؟ لا جاوبني على هذا السؤال بس أول الفورس هون هيك بنفس الاتجاه بنفس الألايمنت عندي فورس ثاني هيك شو رح يصير بهذا الجسم؟ ولاش ما رح يصير عليه أكسلريشن النت فورسز عليه زيرو لأنهم الاثنين ألايند لكن لو أجيت على هذا الجسم سحبته أثرت عليه بفورس بهذا الاتجاه ومساوية تماماً إلها أثرت عليه بفورس بهذا الاتجاه هلأ هو ما راح يتسارع بهذا الاتجاه لأنه النت فورسز بهذا الاتجاه زيرو بس شو في نت عليه عم بتكون تورك مزبوط الكابل هذا بيسوي تورك لأنه هم الاثنين متساويين فبدال ما هو يتحرك ما بيتحرك بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه هو بيصير عليه تورك بهذا الاتجاه فهذه راح تكون عندي تورك التورك هذا مساوي لقيمة الفورس في المسافة بينهم قديش المسافة بينهم 2R مزبوط 2R في F راح تكون عندي تورك فالتورك رح يتكون على هذا الارمتشر الموجود هلا لو بدا هذا الارمتشر يلف ولو تحرك شوي صغير لهون قديش رح يصير الفورس على هذا السلك؟ نفس الشيء نفس الشيء لاني انا مفترض انه الفلكس هون كونستانت واتجاهه بهذا الاتجاه فحتى لما هذا السلك يجي هون رح يضل الفلكس رح يضل الفلكس نفس القيمه وهيك رح يصير عمود على هذا الاتجاه فرح يضل لاحظوا الفورس هون بتصير هيك والفورس لما يكون السيليك هون بتكون هيك فإذا بدي أرسمهم لحالهم هون رح يبين إنه كل نقطة من النقاط رح يصير الفورس على السيليك لأنه بي ماجنتيك فلكس دنسيتي اتجاهها عم بتغير حسب المكان مظبوط فأي مكان رح يضل هذا هيك شكله وحتى لما نيجي هون رح ألاقي إنه هدول الفورسز رح يضل اتجاههم وفي كل الحالات هاي الفورس تساوي مين بتذكر شو بتساوي هذه الفورس مع ايش تتناسب الفورس على السلك هذا؟ مع التيار؟ مع بي انا بحكي عن الفورس تيار؟ بي بي اللي هي ايش؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي واخر شيء ال اللي هي القوة اذا هاي راح تساوي اي في ال لحسن الحظ انه ال متعاونين على بعض في الحالة هاي مضبوط؟ بي هي بي وهي ال مضبوط؟ عمودين على بعض فتكون عمود يعني البلايد اللي هم فيه تكون فورس لانه كروس برودكت فتكونت عندي فورس الفورس بعدين مضروب فورس في ار تعطيني تورك وين اتجاه التورك راح يكون؟ روتيشن كانه التورك عمود على الصفحه مش هيك بهذا الاتجاه والتورك هون عندي نفس الشيء كمان عمودي على الصفحه فهذا التورك بيجمع مع هذا التورك الاثنين هذول بيجمعوا مع بعض فتكون عندي تورك على هذا الارمشر اللي موجود هون ونحاصل الناتج رح يكون 2R في F إذا F بتساوي IL إذا صار عندي الآن التورك اللي بتكون على هدول التنين مع بعض إذا بدي أخذهم التنين مع بعض لأنه أنا عندي هلا F في R زائد F في R رح أعطيني 2RF مش هيك؟ إذا رح تكون 2 في R وهلا رح أنسى الفيكتور هلا في اللحظة هاي بس أنا ركز على الماجنتيود ركز على الماجنتيود تبع تاو رح يكون عندي يساوي I في L شو مشكلة هلا هذا المحرك لو تركته بهذا الشكل شو راح يصير هلا كمان شوي بس يبدا يتحرك حيوقف المشكلة لما يوصل هذا السلك هون في اللحظة اللي هذا السلك بعد النقطة هاي التيار راح يضل في نفس الاتجاه فيه مش هيك؟ بس الفلكس صار عندي هلا كأنه انعكس عليه الفلكس مش هيك؟ فراح ينعكس الفورس اللي عليه فهي المشين ما راح تمشي أكثر من نص لفة وراح يتوقف شو مضطر اني اعمل؟ اللحظة اللي انعكس فيها الفلكس ايش لازم اعمل؟ لازم اعكس التيار إذا لازم يكون في عندي إشي اسمه commutator. اللي هي الحلقة صدقتها؟ الحلقة اللي الأسوار اللي كنا بدنا نحطها. إذا حتى تفهموا فكرة commutator، commutator الهدف منه إنه كل مرة أخلص من 180 درجة كهربائية، هاي بنسميها 180 درجة كهربائية، لأني خلصت من النور بدي أدخل في الساو. لو مشيت على هدول كلهم هي 360 درجة كهربائية. في هاي اللحظة الدرجات الكهربائية والميكانيكية متساوية، رح نضل نرجع لفكرة الدرجة الكهربائية والدرجة الميكانيكية. الدرجة الميكانيكية واضحة هي دورة مش هيك دورة في الفضاء ما فيش فيها مشكلة
لكن ضعف الدورة الكهربائية في الحالة هاي 180 و180 فالطابقة الكهربائية والميكانيكية بس مش دائما بتطابق وراح تشوفوا حالات معينة بكون لما بمشي 360 درجة ميكانيكية بمشي 720 أو أكثر درجة كهربائية راح تشوف كيف هذا بيصير الكلام عندي لكن الآن عندي 360 درجة ميكانيكية بتساوي 360 درجة كهربائية لأن كهربائية أنا انتقلت من نورث بول خلصت نورث بول وخلصت ساوث بول فخلصت 360 درجة كهربائية ولفيت لفة كاملة ميكانيكية إذا أنا لفيت قديش 360 درجة ميكانيكية إذا هون على فكرة الدرجة الميكانيكية تساوي الدرجة الكهربائية في هاي الحالة مش دايما إذا أنا مضطر الآن أعمل شيء في اللحظة اللي بنتقل عند النقطة هاي على فكرة بنسميها نيوترال زون نيوترال زون لأني هون لا بعمل فورس ما عندي فورس السلك لما يوصل عند النقطة هذه هون ما فيش شيء فلوكس على الفلوكس الفلوكس عليه هون زيرو بهاي المرحلة وراح اضطر اعكس بدي اعكس التيار عشان اجهزه لما يدخل هون ونعكس الفلوكس عليه راح يصير عندي لازم اعكس التيار فبعكس الفلوكس وبعكس التيار فبصير عندي بضل عندي الفورس بنفس الاتجاه اللي احنا بدنا اياه هلا خلينا نشوف كيف بدنا نعكس هذا التيار حتى اعكس التيار راح اجيب شيء زي ما حكيت هون كانه عندي سوار او رينج وراح اقسمه نصين وهذا الرينج رح يكون ميكانيكيا مشبوك مع قرب الارمتشر هاي اللي بتلف وكل ما لفت الارمتشر رح تلاقي هذه الحلقه بتلف وهون رح اجيب بعدين السلك اللي جاي من البطاريه الفحمات اللي هم البرشز تمام رح احط واحده منهم هون خلينا نسميها هاي البلس رح اجيب الثانيه واحطها هون رح نسميها الماينس فرح يصير معي بلحظه معينه لما هذا يلف 90 درجه رح تصير في تغير ما بين البلس والماينس فالبلس هلا جاي على الرينج اللي فوق هذا والماينس جاي على الرينج اللي تحت بعد ما نلف 90 درجه رح تكون في لحظه انتقاليه رح ينتقل البلس من الرينج اللي فوق رح ينتقل للرينج هذا كل واحد من الرينجز هذول مع مين بدي اشبكه؟ مع السلك اشبكه مع طرف من اطراف فهون اللوب عندي هذه رح تروح يعني اللوب هلا هون يعني باخذها من هون هيك بشبكها هدول بلفوا مع بعض يعني هذه هون روتيتنج وهاي هون روتيتنج لكن هذه ستيشنري وهاي ستيشنري وهاي روتيتنج وهاي كمان روتيتنج يعني اذا بدك تتخيل الان تشوف امامك البلوف هذا عماله بلوف السليب رينج هذا بلوف او الكوميتيتر هو صف عباره عن كوميتيتر وهذا عندي هون بلوف هذا ستيشنري وهذا ستيشنري وهذا ضارب عليه في برش بس ضارب عليه حتى لو زي ما انت لو انك تجيب سلك او تجيب قلم رصاص وتحط قلم رصاص على شيء بلوف وهذا عماله بلوف قلم رصاص ضارب فيه فكهربائيا هم في كونكشن بينهم لكن ميكانيكيا عم بيتحركوا بالنسبه لبعض قلم رصاص من ايش مكون قلم رصاص؟ الرصاص من الجرافيت ماده الجرافيت ماده اللي هي سوفت ماتيريال نوع من انواع الكربون فاذا احنا الان بدنا نعمله بدنا نجيب بس لهي اللفه بدي اجيب نص حلقه ونص حلقه ثانيه الحلقات هذول راح اثبتهم على الروتر اللي بلف فلما يصير الروتر يلف راح يصير يلفوا هذول الحلقات بعدين بالجانب الثابت اللي ما بيتحرك راح اجيب برش احطها هون برش احطها هون فصار عندي الكتريكال كونكشن ما بين هذا الرينج وهذا الرينج وهي الحلقه هلا شو راح يصير لما بلف 180 درجه شوف هلا كيف وين راح احطهم هذول الحلقات اللي هون مع هذول هون بشكل حتى اوضح فكره الاتصال بينهم راح نجيب الحلقة العلوية والحلقة السفلية هي عندي خلينا نشوف إذا هذا صحيح ولا أنا لازم أرفعه 90 درجة خلينا نتركها هلا أنا بدي هذا السلك لما يصير هون وهذا السلك لما يصير هون ينعكس وهذا صحيح بس بشرط وين لازم أحط البرش أحط البرش هون أحط البرش خلينا الان نحط هون البطاريه راح اشبك البطاريه الان راح اسكر السويتش
وعندي هلا هذا السلك. هلا احنا عندنا بالحاله هاي مثلا عندي داخل بوزيتيف ورايح هون، راح اخذ هذه اشبكها طبعا انتم متذكرين انه في سلك بيشبكهم هذول الاثنين من بعض من ورا. هاي الحلقه لما تروح من هون في سلك من ورا بيشبكهم وبرجع لك، يعني هو هون خط مقطع موجود اللي بيشبك الاثنين مع بعض. هلا شوف شو صار عندي، شوف اذا هذا مضبوط، هذا بيضبط على الدائره هاي ولا ما بيضبط. بطاريتي وين البوزيتيف تبع البطاريه هي اليوم وهذا النيجاتيف. دخل عندي البوزيتيف من البطاريه راح البرش، البرش ضربت في السلك ريت. هلا هاي راح تبدا وين تلف، احنا قلنا معها تلف هيك مش هيك؟ هلا هاي لما تبدا تلف الاتجاه هذا من هون، لما تلف 90 درجه وين هذا السليب رينج راح يصير؟ هذا السليب رينج راح يصير طرفه هون وطرفه هون. راح يترك مين؟ عند اللحظه هذيك راح يترك مين؟ راح يترك الماينس ويصير على البلس. فراح يصير هذا السلك لما يدخل من النقطه هاي زيه زي مين؟ زي هذا المكان. فراح تلاقي السلك هذا لما يمر عند النقطه هاي شو راح يصير بالكرنت تبعه؟ بنعكس. راح ينعكس. إذا هذا السلك رغم انه عليه ضغط هون لما يعدي النقطة هاي، يعدي هذه النقطة اللي موجودة هون ايش راح يصير في التالي موجود فيه؟ راح ينعكس. السبب معكس تطلعوا معي هون. هلا هذا عمال بلف، هذا بيقدر يلف. ها بلف مع ها بلف مع ها بلف مع ها. راح أحط كلمة اس وار عشان أأكد ايش؟ ايش يعني كلمة اس وار؟ ستيشنري. وهذا ستيشنري. وهذا روتيتنج. وهذا روتيتنج وهذا روتيتنج وهذا روتيتنج. ماشي عشان تكون واضحه الفكره. اذا اي شيء عليه ار شو عماله بيعمل؟ عم بلف. وراح احطهم خط مقطع يمثل الدوران اللي بيصير معنا. في فيديو على فكره جاي باليوتيوب هلا اذا ضبط معنا الوقت هلا راح نتفرج عليه. اذا عندي البرش ضارب هون، في زنبرة بتفشها البرش، قطعة البرش بتقدر تشبه إذا بتجيب قلم رصاص وتطلع جوا قلم رصاص، حف قلم رصاص على الورقة شو بيعمل؟ مش بترك أثر؟ هذا جزء من الجرافيت نزل على الورقة، بدون ما هي صافية، بدون ما هي مادة طرية الجرافيت. إذا هذا بعطيني إلكتريك كونكشن رغم إنه هذا إس وهذا آر. فهذا لذلك البرش شو بصير فيهم بعد فترة؟ بنهد مش هيك؟ ولذلك في زنبرة وراها البرش كل ما انهرب شو بيعمل الزنبرة بتيجي؟ بتفشها كانه بيعمل فيدي، بس بالنهايه بتوصل مرحله خاصة الفحنه هذا بدها تبديل. هلا شوفوا شو بصير، احنا قلنا في عندي فورس هون وفورس هون، الفورس هاي عم تتفش هيك والفورس هاي بتتفش هيك، هذا راح يبدا يلف، اذا هذا راح يلف معي بهذا الاتجاه. لما يلف معي بهذا الاتجاه كل اللي عليهم ار راح يلفوا معي، راح يوصل هذا هون، في اللحظه اللي بيوصل هذا هون، هاي الاسواره وين بتكون صارت؟ بتكون صارت فعند هذيك اللحظه بتترك الماينس، هي الماينس هون وبتروح على البلس. لما تروح على البلس شو بصير الكرنت في هذا السلك؟ بنعكس بصير داخل وبستمر لحد. نعم دكتور لما ينعكس ما ريفلكس بينعكس فلازم يرجع. لا ريفلكس ما بينعكس. لا ما هو طبعا انت ليش احنا قلنا انه ريفلكس بينعكس؟ هلا ريفلكس عندي كان ايش هون؟ بهذا الاتجاه مضبوط؟ هون بهاي المنطقه ريفلكس هيك مضبوط؟ هلا لما مشينا هون لما توصل عند النقطة هاي ايش صار بالفلوكس؟ انعكس انعكس مش هيك؟ انعكس الفلوكس. هلا بدي انعكس الفلوكس وينعكس الكرنت؟ الفلوكس رح يكون كان عندي هذا الاتجاه هون، انا عندي النقطة هاي رح ينعكس الفلوكس معي مش هيك؟ حتى يضل الفورس بنفس الاتجاه معي لازم اعكس التيار. يعني انعكس الفلوكس انعكس التيار فعشان الفورس تضلها معي بنفس الاتجاه، تضل معي نفس النتيجة اللي هون حتى يضل ماشي. ولذلك اي سلك كل الاسلاك اللي بتشوفها هون بتكون وين لازم يكون التيار فيها؟ داخل بالصفحه. واي سلك بيكون في المنطقه هاي ايش لازم يكون التيار فيه؟ طالع من الصفحه. اللي بيضمن لي هذا الكلام انه يصير هو الكوميتيتر سيجمنت اللي موجود. نعم دكتور بس لكويل واحد اذا انت لا هو احنا هلا بدي امشي معك شوي شوي، هلا الكويل ما بينفعش طبعا ما بيعمل شيء، بدي احط اكثر من كويل، بس مشكلتي لما بحط الكويل الثاني ايش المشكله الاساسيه اللي بتصير معنا؟ نفس الاول بده يكون نفس الشكل الاول بالضبط تمام، وطبعا بدي ازيقه شوي عشان احطه هون وكويل ثاني احطه هون وكويل ثالث احطه هون، بس في عندي مشكله. شو المشكله؟ انك توافق بينهم بال مضبوط، بس في مشكله بتصير بينهم عشان تقدر لاحظوا الكوميتيتر وضع الكوميتيتر لهدول السلكين
ما راح يكون نفس وضع الكوميتيتر لهدول السلكين، ما راح يكون نفس وضع الكوميتيتر لهدول السلكين. فالكوميتيتر بيصير عندي شيء معقد اكثر من هيك، وابدا اشبك هدول الاسلاك في بعض. هذه بدنا نحكي عنها بعدين. بس لو انا عندي ماشين بس فيها سلك رايح وسلك جاي مستطيل واحد، هذا الكوميتيتر بيشتغل بشكل ممتاز. ولذلك منكم اللي عمل الدائره هاي، اللي عمل فيه مين اللي عمل لف الاسلاك وجربهم وهم بلفوا، تمام. بالنهايه انت بس بتعري السلك، بتعري نص السلك، مش هيك؟ بتخلي الكارت يمر في نص السايكل وما بتخليه يمر في نص السايكل الثاني، فبيشتغل معك 180 درجه فيه وبيشتغلش 180 درجه الثانيه. لو بدك تشتغلها كامله بدك تجيب سواره زي هيك، وبهذه الطريقه يصير الكارت يمر باتجاه مر في نص الفتره وبالاتجاه المعاكس الفتره الثانيه. هذا مبدا عمل الدي سي موتور. اذا انا عشان هيك بضطر يكون في عندي كوميتيتر. نعم دكتور، ليش انا ما اقلب البولز؟ بقدر اقلب البولز لهاي، بس انا فعليا المحرك شو رح يصير عندي بعدين؟ يعني انت فكرتك واضح، واضح شو فكرته هقول، بدل ما اعكس التيار ليش ما اعكس انا البولز؟ اذا عندي كانت بقلب في مشكلتين. المشكله الاهم والاكبر انه انت عندك مش بس هدول الاثنين، مش في عندي كمان هدول الاثنين وهدول الاثنين وهدول الاثنين. طيب اذا اعكسهم، عكسهم عشان هدول يكون ممتاز بالنسبه لهم والباقي يخرب. مش احسن انه كل سلك بسلكه اعكسه وتياره؟ هذا اللي بيعمله الكوميتيتر سيجمنت. الكوميتيتر سيجمنت بالنهايه ما بيكون زي هاد، بيكون عباره عن سيجمنت صغيره جدا محطوطه في دائره. رح نحاول نشوف صوره لها الان، لانه بصير عندي كل كويل في له مكان مناسب اكثر اني اعكس التيار فيه. لا، والمشكله الثانيه انه عكس التيار في هذا فيري هاي اندكتيف. اذا عندي هاي اندكتيف لود لما احاول اعكس التيار مش رح ياخذ وقت حتى يعكس، هذا طبعا بتصير عمليه طويله جدا بتاخر من عمل المحرك. اذا الاسهل اني اخلي الفلكس بنفس الاتجاه واعكس التيار في كل كويل حسب مكانه. كل واحد حسب مكانه في له سيجمنت مختلف، مكان مختلف حتى اعكسه. هاي بتصير بتبدا عندي الكوميت، هذا بصير اسمه الكوميتيتر سيجمنت. الكوميتيتر اذا انتم كوميتيت ايش معناها؟ موجود على فكره كوميتيت كمان في الباور الكترونكس، كلمه كوميتيت. تو كوميتيت اني ايش اعمل؟ اني اعكس اتجاه التيار او انقل التيار من مكان لمكان. انقل التيار من مكان لمكان او عكس اتجاه التيار. واضح هاي الفكره؟ هاي مبدا عمل الدي سي موتور. هلا هذا من وين كيف ممكن اولد ماجنتيك فلوكس؟ يا الكتريكال يا بيرمننت. يا اما الكترو ماجنت، كيف ممكن اعمل الكترو ماجنت هون؟ بدي اضطر اجيب كويل واحطه هون واشبك هذا الكويل بهذا الشكل مثلا في البدايه، وبعدين برد بعمل نفس الشيء هون. هذا بصير عندي الكترو ماجنت. طبعا هي ما بتكون بهذا الشكل الدائره، ما انا هون بتوصيل بسطها، او بستعمل هون ايش؟ بيرمننت. بيرمننت ماجنت، يا بستعمل بيرمننت ماجنت يا بستعمل الكترو ماجنت.